المسيح قام قام لمشيحة هاليلويا. عمود لا تقولون ده نفرق عربي وسورت. آمين. راح نقرأ من متى 27، اللي يحب يوقف ويقرأ ويانا ونتأمل بكلمات بسيطة من كلمة الله العظيمة الرائعة المغيرة. آمين يا شعب الرب، هاليلويا. راح نقرأ من متى 27:51-53. وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. طبعا ذاك اليوم بالقسيس شرح ليش انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، اللي كان موجود يمكن سمع هذا الشيء. لكن ايش قال؟ وقام كثير من أجساد منو القامو؟ القديسين. القديسين، كل شخص يؤمن انه قديس يؤمن بحاله انه قديس. ليش قاعد توكو بعد ايات راح نقرا؟ كل شخص يؤمن انه قديس راح يقوم وراح يظهر راح يكون مع الرب يسوع المسيح. امين يا شعب الرب، امين، هللويا. راح نقرا من متى 28:5-6. فاجاب الملاك وقال للمرأتين، منو كانت؟ المريمات. من راحة من الصبح مستعجلين فرحانين يريدون يشوفون يصير فتشي، كأنه الرب منطيهم فتشي. أنا ما أعرف بصراحة شنو كانت ردة فعلهم، لكن أنا اللي أشعره اللي أشوفه أنه من راحة كانوا مدركين ومؤمنين بكلام الرب يسوع المسيح اللي سمعوه قبل سمعوه. إيش قال؟ قال انقضوا هذا الهيكل. إيش قال؟ بثلاثة أيام. آمين. قال راح منو قال؟ أي شخص يقدر يقول هذا الكلام غيره هو، ما حد قدر يحكي هذا الكلام. لا تخافا أنتما، وقال للمرأتين لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ها هنا. أصرخ قول ليس هو ها هنا. آمن أنه ليس هو ها هنا، موجود يشفع فينا في كل وقت وفي كل حين، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، جابهم شوفهم المكان اللي كان الرب يسوع المسيح مضطجع فيه. وإحنا نؤمن وندرك أنه الرب قائم عن يمين الله في كل وقت وفي كل حين إلى حين مجيئة، لكي ما نكون معه في كل وقت وكل الأيام وإلى أبد الآبدين. آمين. والرب يبارككم. آمين.